طيب بسم الله. إن شاء الله دلوقتي هنبدأ في السكشن الخامس، ماشي، اللي كنا بنتكلم فيه عن النايف الجوريزم. طبعا احنا خدنا نايف في المحاضرة برضو، واحنا هراجع عليها بشكل سريع. فكرتها بسيطة جدا، مفيش أبسط منها خالص. يعني دي تعتبر هو نايف أصلا. لو حد عارف يعني ايه نايف، هو نايف يعني غبي، تمام. بس عايز أتأكد دي واحدة ولا ده اسم العالم. هو فعلا نايف يعني lack of experience، يعني او يعني تقدر تقول ايه اللي هو خبرته قليله يعني، ماشي. بس ثانيه واحده، انا عايز اعرف اصلا ليه بتسميها، هي فعلا بتسميها نايف عشان كده؟ بتهيألي عشان كده. المهم يعني عشان بس ما نضيعش وقت كتير، اللي بقى نايف ده هي دي ابسط اصلا الجوريزم عندنا، وبتعمل حاجه المنطقيه اللي هي ايه، الحاجة المنطقية السهلة الواضحة. ازاي؟ عندك تكست، تمام، وعندك باترن. احنا عارفين في الباترن ماتشنج الجوريزم، اللي هي الالجوريزم اللي انت عايز مثلا ايه، بيبقى عندك باترن عايز تدور عليه جوه تكست معين، ماشي. يعني انت عايز مثلا بتدور على قطعة من قطع معينة، مثلا عايز تدور في ايه، على الدي ان ايه، في الدي ان ايه كله. فبالتالي هتعمل ايه؟ نايف بتقول لك كل اللي انت هتعمله، دي القطعة دي عندك مثلا، هتبدأ تقارن ما بين اللي هو الايه، التكست اللي عندك. اول حاجه هتقارن وهو في الاندكس 0، تمام. لو كانوا بيساووا بعض فهتشوف، هتقارن ما بين ده وده. لو كانوا بيساووا بعض يبقى هتقارن ما بين ده وده. لو كانوا بيساووا بعض ده وده، تمام. يبقى الحمد لله احنا عملنا كل حاجه تمام. بعد بقى ما تخلص هتعمل ايه؟ هتقوم محرك الباترن دهوت خطوه لليمين، يعني هيبدا يقف هنا. هيقف ايه؟ هيقف هنا، وتبدا تشوفه هكذا، تمام. يبقى كل اللي هي بتعمله، اللي هي يعني هي ما بتعملش اي حاجه غريبه ولا حاجه، كل حاجه اللي هي بتتحرك خطوه بس، بتعمل شيفت للعناصر بمقدار خطوه بس، ماشي. طيب، وعلى فكره يعني دي حاجه برضو مهمه، كل الفرق يا جماعه ما بين الالجوريزمز هي مقدار الشيفت الالجوريزم دي بتعمله. يعني اقول لك حاجه دلوقتي، انت لو حسبت مقدار الشيفت اللي الالجوريزم اللي هي النايف دي عملته هتلاقيه كتير. جربت مثلا الجوريزم تانية زي الكي ام بي، زي البوير مور، مش عارف ايه، هتلاقيه ان عدد الشيفت بيقل. طالما عدد الشيفت بيقل يبقى هو كده بيختصر لي في الايه، في الوقت، صح. هو بينجز لي الدنيا، بتخلص بسرعه. وبالتالي هو اصلا عشان كده احنا بدأنا بابسط حاله اللي هي حاله النايف، اللي هو الشيفت بيبقى بمقدار واحد بس، بتحرك بمقدار ايه، واحد، كل مره بتتحرك بمقدار واحد. وبعدين مثلا طلع لك حد زي بوير مور قال لك لا، ده احنا ممكن نعمل شيفت بطريقه يعني افضل، اللي هو عن طريق مثلا الباد كاركتر رول او مش عارف ايه. ويبقى كل واحد ايه، كل واحد بدا يعمل الجوريزم علشان يحسن اداء النايف، ماشي، علشان يحسن اداء الشيفت، يخلي الشيفت الشيفتات اكتر، تمام. فبدل مثلا ما يعدي على كل التكست من غير لازمه، لا ده هو ايه، بدا يعدي على بدا يعني تقدر تقول اللي هو الالجوريزم بقت اذكى شويه، ماشي. بس الالجوريزم دي احنا زي ما احنا اتفقنا ان هي اغبى الجوريزم موجود، عشان كده بنسميها الايه، النايف. طيب الكود بتاعها، الكود بتاعها مفيش اسهل منه خالص خالص يعني. خلينا نشوف كده فين، سوري، ماشي. لا ده سيكشن 5 طبعا، ان شاء الله هنزل كل ده على الجيت هاب وابقى انزل اللينك بتاعه، ماشي. طيب هنعمل فانكشن اسمها نايف، بتاخد لي اتنين انبوت. ايه هما الانبوت ده يا عم؟ الباترن والتكست. الباترن الحاجه اللي انا بدور عليها، والتكست اللي هو الايه، اللي هو السترنج كله يعني، تمام. طيب الاوكرنسز، الاوكرنسز دي عباره عن ايه؟ الطريقه دهيت انا عايز لما انا اجي الاقي ماتش، تمام، احفظها في لسته اسمها اوكرنس. يعني ايه اوكرنس؟ يعني اماكن اللي حصل فيها ماتش، هحط الاندكس بتاع كل الاماكن اللي حصل فيها ماتش، بس اول اندكس بس، مش كل الاندكسز. يعني هقول لك حاجه، انت مثلا تعالى كده نشوف هنا، تعالى نشوف هنا كده. بص احنا هنا مثلا لقينا ان في حصل ايه، حصل ماتش عند الاندكس 0، ماشي. مش هاجي اقول يا جماعه حصل اندكس عند الزيرو وواحد والاثنين والثلاثه، لا، انا هقول ان حصل ماتش عند الاندكس 0، وانا اصلا فاهم ان الباترن مثلا عدد اربع حروف، فهو خد اربع حروف كمان. يعني انت محتاج اللي انت بس تقول ايه، تخزن اول اندكس ظهر فيه الايه، الماتش، اللي هو في الحاله دي مثلا صفر،
الحالة دي كمان 9، لو انت 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اللي هو هنا مثلا، ماشي؟ مش محتاج اخزن كل الارقام دي، لا ده انا محتاج بس اخزن ايه اول اندكس. يبقى خلاص فهمنا الاوكرنسز دي بتعمل ايه، بتكيب تراك اوف ذا اندسيز اوف ايتش ماتش، يعني كل ما ماتش بيحصل احنا بنخزن الاندكس بتاع الايه المكان اللي حصل فيه الماتش، تمام؟ طب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي هنعمل لوب لكل الاماكن اللي ممكن اعمل فيها الاينمنت. هو يعني ايه يا جماعه الاينمنت؟ الاينمنت ده هي اللي انت بص شوف كده، انت لما تحط الباترن دهوت على التكست ده وتبدا تقارن، تمام؟ المكان دهوت اسمه الاينمنت. طيب اخر الاينمنت ممكن فين يا جماعه؟ هو المكان ده، صح؟ ليه؟ علشان انا اصلا ما ينفعش اعمل مثلا الاينمنت في المكان ال 13، ليه؟ عشان انا اصلا هيبقى هنا في مكان فاضي، يعني انا هقارن الاي بمكان فاضي مش هينفع. وبالتالي انا دلوقتي الاماكن الالاينمنتس بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي اللينس بتاع التكست، تمام؟ اللينس بتاع التكست اللي هو في الحاله دي مثلا هو ده كام؟ اللي هو 16، يعني ده 16 بس هو بادئ من صفر، 16 تمام؟ اللينس بتاع الليسته دي ناقص الاربعه يبقى هيبقى كام؟ 12. يبقى اخر مكان اقدر اعمل فيه الاينمنت هيبقى فين؟ في ال 12. طبعا الكلام ده برده اتقال في المحاضره بس انا برجع بس على السريع كده. يبقى اخر مكان الاينمنت فين؟ في ال 12. اخر مكان اقدر اقارن فيه هو ال 12. وبالتالي يا جماعه انا هعمل هنا مقارنه لغايه فين؟ لغايه لين التكست اللي هو مثلا في الحاله دي قول 16 ناقص اللين بتاع الباترن، اللينس بتاع الباترن اللي هو 4 بقى كام؟ 12. طب ليه حد عارف بقى ليه احنا زودنا هنا واحد؟ هقول لك ليه. انا لو كنت حاطط هنا فور اي ان رينج ال 12 ما كانش زمانها هتوصل لل 12، كانت هتقف عند ال 11. بس انا عايزها تقف عند مين يا جماعه؟ انا عايزها اقف عند مين؟ عند ال 12. وبالتالي زودت الايه؟ زودت الواحد. يبقى تاني اللوب هيبقى منين؟ لكل الاماكن البوسيبل الايه الاينمنتس. البوسيبل الاينمنتس دي بجيبها ازاي؟ الاماكن اللي انا اقدر فيه اعمل فيه الاين. حد عارف يعني ايه يا جماعه الاين؟ يعني محاذاه. انا بعمل محاذاه للباترن مع التكست، اخر مكان اقدر اعمل فيه فين؟ عند ال 12. بطلع الرقم ده ازاي؟ اجيب اللينس بتاع التكست ناقص اللينس بتاع الباترن، تمام؟ هيطلع لي 12. لما انا اجي اكوده بالبايثون هزود واحد، ليه؟ عشان داله الرينج ما بتعديش الرقم، يعني لو انا قلت لها لغايه 12 اسمها لغايه 12 ما بتعديش 12، وبالتالي محتاج ايه؟ انا محتاج 12، وبالتالي هزود ايه؟ هزود واحد، ماشي؟ يبقى عرفنا ليه انا زودت هنا واحد، عشان داله الرينج لو انا كنت كتبت هنا مثلا 12 ما كانتش هتوصل لل 12، كانت هتقف عند ال 11 وال 12 لا مش هتعملها. اما انا لا، انا عايزها لغايه الايه؟ الرقم اللي بعد الايه؟ او اللي هو توقف لغايه 13 عشان تيجي عند ال 12 وتقف، زي ما احنا عملنا كده، نيجي عند ال 12 وايه؟ ونقف. طيب يبقى ده خلاص عرفنا ان احنا هنعمل لوب على الايه البوسيبل الاينمنتس اللي هو الشريط ده. هو ايه كل الحاجات اللي انا فتحها دي؟ المهم يعني اللي هو التكست ده، ماشي؟ طيب ده اول لوب. اللوب الثاني المنطقي يا جماعه، اللي احنا مش احنا لو لقينا مثلا ماتش ما بين ده وده، اللي احنا نعدي على كل عناصر الباترن ونقارنه بعنصر التكست ونشوف لو كانوا بيساووا بعض، صح ولا لا؟ لو كلهم كانوا بيساووا بعض هنقول ان حصل في ماتش، لو كلهم ما كانوش بيساووا بعض يبقى ما فيش حصل ماتش. وبالتالي هتعرف ازاي؟ هتعرف ان انا عندي متغير ماتش اسمه ترو. ليه؟ علشان ده هوت لو ما كانش بترو مش هابند الاي. يعني ايه الكلام ده؟ بص انا عرفت اديته قيمه انيشاليزد بايه؟ بترو. وبعدين دخلته في الفور لوب دي. الفور لوب دهيت هتعمل ايه؟ هتعدي على كل العناصر بتاعه الباترن زي ما انا قلت من شويه، هتبدا تقارن ما بين عنصر الباترن الاول مع عنصر التكست الموازي دي، عنصر الباترن الثاني مع عنصر التكست الموازي دي، وهكذا. اهو باترن اوف الجي مع التكست اوف الاي زائد الجي، ماشي؟ اللي هو ده مع ده، ده مع ده، ده مع ده، ماشي؟ لو كلهم ما كانوش اوف نوت، خلي بالك لو ما كانوش بيساووا بعض هتقول لي ان ده فولس وهتطلع بره اللوب وهتبدا تشوف ايه؟ هتبدا تحركه ثاني، ماشي؟ اما لو فعلا احنا ما اضطريناش ندخل في الشرط ده، هو يعني ايه ما اضطريناش ندخل في الشرط ده؟ معنى كده ان كل الحاجات ايه؟ كانت مساويه لبعض، صح؟ يبقى معنى كده ان الماتش لسه بترو. شوف بقى اف ماتش، يعني ايه اف ماتش؟ يعني بيقول لك اف دي اختصار لاف ماتش بيساوي يساوي ترو، تمام؟ بس هو بيقول لي ايه؟ هي نفسها اصلا، تمام؟ دول نفسها. يبقى اف ماتش بيساوي يساوي ترو، يعني لو كان الماتش لسه ترو بعد ما عدى بالشرط ده
تمام؟ يبقى هتأبند الاي، هتقول لي حصل فيه اكرنس عند الاي اللي هو في الحالة دي مثلا كان الايه، كان ال 12، او في الحالة دي كان في الاول هنا كام؟ الصفر. تمام؟ يبقى احنا فهمنا الموضوع ده بيمشي ازاي، ماشي؟ وفي حاجة بس عايز اقولها، لما تيجي تعمل الفانكشن سمي الاسماء اللي عندك باسماء واضحة، ما تقولش بي وتي ومش عارف ايه، لا سميه باسماء واضحة، باترن تكست، الحاجة تكون قدامك ايه واضحة. حتى الاي ده هي ليه تسميها اي، ممكن تسميها كمان تكست اندكس مثلا، الباترن باترن اندكس، وهكذا اللي هو في الجي مثلا، ليه؟ علشان الكود يبقى واضح قدامك على قد ما تقدر. طيب خلاص، يبقى تقريبا احنا فهمنا الفانكشن، ما اعتقدش ان الفانكشن فيها حاجه خالص، سهله خالص يعني، الكومباريزون بسيطه وكل حاجه. فاحنا دلوقتي ايه عايزين بقى ندي على الفانكشن، الفانكشن اسمها نايف، هنبعت لها الباترن تمام، وهنبعت لها الايه التكست. طيب خلينا نشوف كده، خلينا نشوف كده، نعمل على السريع، انا عايز اتالاين يا جماعه مع البتاع. المهم الاندنتيشن بتاع البايثون رخم. نفترض دلوقتي ان انا بعت اول حاجه الباترن اللي هو الاي جي، راح ايه دخل هنا، والتكست اللي هو الاي جي سي لغايه ده دخل تكست، هيبدا يعدي على كل العناصر بتاعه الايه، هيعمل فور لوب على كل العناصر بتاعه التكست. ولاحظ هنا، لاحظ هنا اللي هو هيقف عند الاندكس كام، خلينا نشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ناقص 2 كام؟ 9 سوري سرحت، هيقف عند الايه الاندكس رقم 9، مش هيعديه. ليه؟ عشان ده كل البوسيبل ايه الاينمنتس. وهيبدا بقى يقارن، هيشوف مثلا يلاقي ان في اكرنس هنا، خلينا نشوف كده، لا ايه ده القديم، سوري خلاص ايوه ده، شوف هو بس المفروض ارن من هنا، قال لي ان حصل فيه اوكيرنس عند الزيرو، وده بالفعل اهو اي جي، حصل اوكيرنس عند الاندكس رقم 5 0 1 2 3 4 5 اهو اي جي فعلا، وحصل اوكيرنس عند الاندكس رقم 8 نشوف 0 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو اي جي، يبقى حصل فعلا بالفعل 3 اوكيرنسز، وجاب لي الثلاثة اوكيرنسز حصلوا فين يعني. طيب اخر حاجه بقى، احنا خلاص كده شرحنا الكود، اخر حاجه بقى نبص عليها.